Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Ini ma ra'ikum an al aqidatul murji'ah. Askari. Murji'ah aqidah Allah ba'idah 'an al-haq, ba'idah 'an as-sunnah wa ba'idah 'an ad-dalil asy-syar'i fi kull ma qalat wa kull ma dzakarat wa nuqil 'anha. وينبه شيخ الإسلام تيمية أنه لا يوجد للمرجئة كتب معينة تعرف عقيدتها من خلالها، ولكن المرجئة عرفت عقائدها من خلال الدعاة إليها وما يفتون فيه وما يتكلمون، مع التنبيه أن شيخ الإسلام تيمية نقل عن الإمام أحمد عدم تكفير المرجئة وإنما الحكم بضلالها. والمرجئة باختصار هي فرقة ضالة تقول بأن العمل الصالح ليس من الإيمان، يعني أن تصلي ليس من الإيمان، أن تزكي ليس من الإيمان، المهم أن يكون ثمة إيمان في القلب، المهم الإيمان في القلب. وأما الأعمال وترجمة الإيمان القلب إلى أعمال فهذا كله لا يزيد في الإيمان ولا ينقص، لأن الإيمان عمل قلبي. ولا شك أن هذا ضلال مبين، فالأعمال مطلوبة وواجبة في الإسلام من المسلمين، والمسلم بقدر أعماله بقدر ما ينال الأجر والمثوبة، وبقدر تركه لهذه الأعمال بقدر ما يكون آثما أو مواقعا للصغائر أو الكبائر بحسب هذه الأعمال وأحكامها. والعلماء يقولون كلمة جميلة، يقولون اعتقاد أهل السنة مبني على 5 نونات، يعني 5 كلمات في اللغة العربية تنتهي بحرف النون. يقولون الإيمان قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، واعتقاد بالقلب والجنان، يزيد بطاعة الرحمن وينتقص بطاعة الشيطان. هذه عقيدة المرجئة التي تناقضها عقيدة أهل السنة التي أشرنا إليها قبل قليل. لكن هنا ننبه إلى شيء، أن بعض الناس صار يزعم ويتهم ويرمي مخالفه بتهمة الإرجاء وهو لا يعرف معنى الإرجاء، فقط تهمة جاهزة ومعلبة ومقولبة يرمي بها مخالفه. ولو سئل لماذا تقول فلان مرجئ يقول والله، يقول لك والله لا أدري لماذا فلان مرجئ، فقط للتنفير وفقط للتحذير بغير حجة ولا كتاب منير. وهذا ليس من أخلاق الإسلام ولا من أداب الإسلام. الإسلام الأمر فيه كما قال الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما الدعاوى والادعاءات فالأمر فيها بين وواضح، والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. Beliau menjelaskan bahwa yaitu dengan lari dari seorang ulama ya, dan mereka menuduh tanpa ada dalil, maka ini bukanlah adab, bukanlah akhlak Islam ya. Dan senantiasa Islam memerintahkan ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah bukti-bukti apabila kalian benar. Maka apabila sekedar tuduhan tanpa bukti, maka tentu saja yang lainnya adalah tidak perlu kita pedulikan. Ya.